ميدانيا في أوكرانيا لا تزال التحركات الأبرز في خيرسون ومحيطها، تحركات تنذر بمعركة شرسة وشيكة في المدن الجنوبية، سيما وأن استعدادات الجيشين الروسي والأوكراني دخلت مراحلها الأخيرة. الجانبان يتوقعان أن يخوضا حرب شوارع في المدينة ولا يستبعدان صعوبات الشتاء الميدانية. وفي إطار الاستعدادات للمعركة، أعلنت سلطات خيرسون الموالية لروسيا أن أكثر من 70,000 مدني غادروا منازلهم خلال أسبوع من خيرسون. لكن يبدو أن روسيا تحضر للمعركة في الخفاء، حيث تحدثت تقارير أوكرانية عن قيام وحدات الجيش الروسي بإنشاء تحصينات على ضفاف نهر الدنيبر في خيرسون، تاركة فقط ممرات صغيرة للانسحاب المحتمل للقوات من الضفة اليمنى. روسيا أيضا سحبت بحسب التقارير خلال عملية الإجلاء الأخيرة معدات وموظفي جميع البنوك والإدارات الخدمية الموالية لموسكو ومعدات مزودي خدمة الإنترنت.